نلمع مراسلين في المنطقة هناك، وينضم إلينا مباشرة من دوار أزرو بجماعة غواتين مفادنا محمد الريشي. محمد مساء الخير، كيف تبدو الصورة يعني هذه الليلة من حيث تتواجد الآن؟ مساء الخير عبد الله، مساء الخير مشاهدينا الكرام. كما سبق لك الذكر أتواجد حاليا بدوار أزرو جماعة إغواتيم. هذه المنطقة التي زرناها قبل أيام لم تكن تتوفر على الخيام وعلى المساعدات المقدمة سواء من طرف المجتمع المدني أو من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن. تم تزويد هذه المنطقة المتضررة من هذا الزلزال العنيف الذي ضرب المملكة المغربية بجميع المستلزمات، بخيام وكذلك بالمواد الغذائية والمستلزمات المعيشية التي تتطلبها السكنة. وللحديث أكثر حول الظروف هنا بالمنطقة يحضر معي أحد ساكنة المنطقة وهو أحد الشباب هنا. عبد الله أهلا ومرحبا بك. مرحبا أخي عبد الله، كيف تمر الأمور هنا؟ ونحن نلاحظ أنه كنا في زيارة للمنطقة ولم تكن السكنة تتوفر على مجموعة من المستلزمات، كيف هو الوضع حاليا عبد الله؟ والأحداث الأمور تمر بالسلاسة، الحمد لله توصلنا بمجموعة من الخيام، الحمد لله ما زال لم تستوفي عدد الخيام اللي محتاجينها. عندنا مثلا 30 خيمة ما زالت تنقصنا 59 خيمة لاستيفاء 59 أسرة اللي التقطن الدوار، والحمد لله على 20 خيمة وننتظر 59 خيمة الأخرى بفارغ الصبر. والحمد لله الحمد لله كما كنقول المغرب معروف عليه نتقاسموا هذه الخيام بينما ريتما تصوبوا الخيام الأخرى. عبد الله، المجهودات المتخذة سواء من السلطات المحلية، من طرفكم كمجتمع مدني، من طرف القوات المسلحة الملكية، من طرف جميع المتدخلين، ثم كساكنة كيفاش كتشوفوا هذه المجهودات؟ ووزارة الداخلية أو السلطات المحلية مشكورة على المجهودات ديالهم، كيصهروا ليلة نهار على السلامة ديال المواطنين داخل الدوار، والحمد لله زودنا بمجموعة من الخيام ومجموعة من المستلزمات ديال الخيمة، وهما اللي يوقفوا على أن الخيمة يوقفوا في بلاصهم وتنقل المنطقة. الحمد لله الحمد لله راه مقيمين بالواجب ديالهم، وكنشكروا جلالة الملك على المجهودات ديالو والتآزر ديالو والعطاء ديالو. راه حنا كنشوفوا داك الشيء كما كنقولوا غير دوك الالتفاتات ديالو تزيدنا دفئا على دفئ، رغم أن قساوات البرد ولكن التضامن ديال المجتمع يدفئنا كما يقول. شكرا لك عبد الله على كل هذه التوضيحات. إذن عبد الله، عمليات الإغاثة وكذلك إخراج الجثث الهامدة متواصلة في هذه الساعات من الليل، وكذلك عمليات تنظيم المساعدات فهي متواصلة. أذكر أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن نظمت عملية توزيع هذه المساعدات من خلال تمركز على مستوى مجموعة من النقاط من أجل تجميع هذه المساعدات المقدمة من طرف المجتمع المدني أو من طرف المؤسسة في حد ذاتها، وبعد ذلك تتم عملية التوزيع بطريقة عادلة من خلال الوصول إلى جميع النقاط المتضررة سواء توزيع برا أو جوا. شكرا جزيلا لك مفادنا محمد الريشي، كنت تتواجد الآن من دوار أزرو بجماعة غواتين، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم.